لا لا بدون بدون. نحن اهالي حي الرمل الجنوبي والسكنتوري باللاذقية نعلن رفضنا القاطع لدخول الجيش تحت اي ذريعة حيث لا يوجد بيننا مندسون ولا عصابات اجرامية مسلحة. ونعلن ان المظاهرات التي نقوم بها هي مظاهرات سلمية وان تعرض المظاهرات الى اي حالة من حالات اطلاق النار عليها انما يتحمل مسؤوليتها قوات الامن التي يفترض بها ان تكون حامية لهذه المظاهرات ومسؤولة عن امنها علما باننا محاصرون بالحواجز الامنية من كل الجهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللاذقية 9/6 بيان اللاذقية بيان اهل اللاذقية.